السلام عليكم، كيف الحال؟ معكم ادم زومبي كلاريتش. اليوم يا شباب عندنا فيديو اللي هو يا ترى الرخيص. يا شباب اخيرا نزلت هذه الحلقه، معليش يا شباب انا اسف جدا، بس دقيقه يا عيال. شكرا ويعطيكم الف عافيه. في اخر الحلقات يا شباب وصلنا عدد لايكات رهيب جدا، يعطيكم الف 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 عافيه. ويا ليت يا شباب نوصل هذا المقطع برضو، لان يا شباب والله العظيم انتم سعاده، انتم شيء خرافي، ما ادري كيف وصلتوها، فيعطيكم الف عافيه. يا ليت نوصلها برضو في هذا المقطع. من هو يا ترى الرخيص؟ كابتن سيسوكو يا حبيبي. طيب يا شباب، اللاعب هذا مو بيشبه يا توري نسخ لصق يا حبيبي. اللي ما جرب يا توري ترى راح عليك شيء كبير. يا توري مره رهيب، ترى شيء خرافي، لكن سيسوكو يا عيال يا انه خرافي يا انه يا حبيبي. هذا يا توري رخيص من جد، ما انا جالس استهبل. اللاعب يا شباب اول شيء مثل يا توري ممكن يلعب في المركز الكام، ممكن يلعب سي ام، ممكن يلعب سي دي ام. فهذه هي ميزه يا توري، انه ممكن تحطه في اي مكان ويلعب. زي ما تشوفون يا شباب طاقات الداخليه مره خرافيه، اغلب الطاقات بالاخضر، فشيء مره خرافي. اللاعب يا شباب نصيحه مني، لعبه سي ام، اللاعب ممكن يلعب سي دي ام، ممكن يلعب كام مثل يا توري. السرعه يا شباب عند اللاعب مره رهيبه، تقريبا 81 على ما اعتقد. سرعه مره حلوه بالنسبه لسي ام او كام، سرعه مره حلوه. عنده برضو يا شباب افضل شيء في اللاعب، ولا تقول لي غيره، الجسم. اقسم بالله يا شباب ان عليه جسم مو طبيعي، جسم خرافي، ما توقعت زي كذا. اللاعب مره 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 جسمه رهيب. طيب عندنا برضو يا شباب الدريبلينج، الدريبلينج يا شباب عند اللاعب مره حلو والله العظيم يا شباب، ان اللاعب في الدريبلينج مره جميل. في عنده مشكلة بسيطة للأمانة عشان ما أكذب عليكم، اللي هي نجمتين مهارة ونجمتين قدم ضعيفة. طيب يا آدم ليش اخترت هذا اللاعب مع أنه عنده نجمتين مهارة ونجمتين قدم ضعيفة، وأنت آدم تقول أنه ولا أنت ما تحب النجمتين قدم ضعيفة وما أدري شنو؟ اللاعب يا شباب مثل يا ترين نسخ لس، بس يا شباب في مركز السي ام ما اعتقد في احد يهتم بالمهارات ويهتم بالويك فوت، فلهذا انا توقعت انه ممكن يمشي، وبالعكس قدم معي مستوى جدا رهيب. التسديد يا شباب عند اللاعب للامانه مو بذاك الزود، يعني التسديد يعني يمشي الحال، يعني مو في النهايه سي ام، ما راح ينهي لك هجمه مثل المهاجم. برضو يا شباب عندنا شيء رهيب والله العظيم يا شباب، هذا الشيء ما توقعته، اللي هي الباصات. شوفوا يا شباب هذه اللقطه، شوفوا كيف عطاها مثلث. يا الله يا سيسوكو يا عيال والله العظيم نثرو رهيب، مثلث يعني يدرس، والله العظيم يدرس. طيب يا ادم شنو التشكيله الكويسه اللي تنصحنا فيها بالنسبه للاعب عندكم يا شباب؟ اللي هي هذه التشكيله، تشكيله يا شباب مره رهيبه، مره حلوه، جدا 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 خرافية، أنا عجبتني بشكل مرة رهيب، شيء كويس مرة. طيب يا شباب فهذه التشكيلة ممكن تعجبكم ممكن لا، لكن أنا من وجهة نظري جدا خرافية. بشكل عام يا شباب اللاعب لما أقول لكم يا ترى رخيص، هذا من جد يا ترى رخيص. عنده سرعة مرة ممتازة، دريبلينج مرة حلو، الجسم عنده أسطوري، مرة مرة أسطوري. عنده برضو اللي هو الباصات مرة رهيبة. عيبه الوحيد اللي هو في الشوت يمكن مو مره، ونجمتين مهاره ونجمتين قدم ضعيفه. زي ما تشوفون يا شباب هنا هذه تشكيلتنا، غير للاعبين اللي هو رودريجو وبلاسي، واللي هو بولاسي عفوا بلاسي، رودريجو وبلاسي بدل سواريز والدون. الان يا شباب عندنا اللي هو ياي تري، راح نبدله الان بمكان موسى سيسوكو. فاكتبوا لي يا شباب في الكومنتات من هو تبون اللاعب القادم بعد هذه الحلقه من هذه التشكيله، يعني ممكن تختاروا اجويرو، دي براون، ميسي، بوجبا، ديفيد سيلفا، تياغو سيلفا، سيرجيو راموس، بواتينغ، وناير. فاختاروا شباب واحد من هذول اللاعبين. فبس هذا اللي كان عندي اليوم يا شباب، اتمنى ما تنسوا اللايك والفيفورت والسبسكرايب والكومنت. كان معكم اخوكم ادم او زومبي كلاريتش كيو، مع السلامه.